المفروض الآن معاكم الورقة أو على الأقل رسمتوا الرسمة، عندكم تصور. فبالتالي نبغى الآن نفكر، نبغى نفكر وين أو وش بنكتب أهدافنا. خلنا نفكر مثلا في موضوع العمل أو المهنة، أوكي، اللي هي أول مربع عندنا في النص فوق العمل أو المهنة. وش القصة اللي إحنا نبغى نشتغل عليها في هذا الموضوع؟ هل أنا أبغى أنتقل لعمل جديد، أحصل على عمل جديد، أحصل على منصب جديد، أحصل على مثلا راتب أحسن في العمل، أحصل على توسع، أحصل على عملاء، أحصل إيش تبغى يكون في هذا الموضوع؟ إيش الهدف؟ إيش النية مرتبطة بموضوع العمل؟ طيب، هل الألوان ضرورية؟ يعني إذا أنت بتقولين هل هذا ضروري؟ هل بالنهاية بنشطب كل الورقة؟ أوكي، ما في شيء ضروري في الحياة صراحة، كل الحياة زيف وما في شيء يعني سوبر امبورتنت يعني ومرة يعني خط أحمر يعني، بس يعني يضيف لك العنصر، يعني يسوي جو. أوكي، ارسميها الآن بدون أهداف وبكرة جيبي التلوينة، أوكي كذا يا جماعة، هذه حياة، خشوا جو شوي. ترى كل الحياة يعني كل الحياة سخيفة وما لها قيمة وما لها معنى وكلها زيف إذا إحنا يعني بنقلل من قيمة كل شيء وبنقلل من المعنى وبنقلل من الأشياء. يعني حط اهتمامك، أوكي، عيش القصة، حط اهتمامك. يعني مرات تشوفون مثلا، مرات أشوف فاشينيستا وهي قاعدة تحط الروج ولا تحط الكح ومتعمقة في الماء وتعيد ولا تضبط، أقول يعني هذا الموضوع مهم. هذا الموضوع مرة مهم، هي بالنسبة لها هي عايشة اللحظة، هي عايشة اللحظة، هذا الموضوع له معنى بالنسبة لها. وش الحياة؟ وش الحياة إذا ما اخترت شيء ودخلت في عمق؟ وش الحياة؟ طيب، 130 لايك، شكرا جزيلا، يعطيكم العافية. أوكي، نبغى نروح المكتبة ونجيب ألوان، هذا اللي وصلنا لها. طيب، أوكي، خلونا نفكر في موضوع العمل. وش تبغى تسوي في العمل هذه السنة؟ وظيفة جديدة، يمكن تبغى تشتغل على شيء في البيت، يمكن تسوي مثلا مكتب من خلاله يعني أنت تمارس مهنتك، تبغى يعني تتوظف في مكان جديد، أي هدف مرتبط بالعمل اكتب هذا الهدف. طيب، اكتب هذا الهدف. طيب، أيضا عندنا مثلا خانة هنا، خانة المعرفة. أوكي، ماذا تريد أن تتعلم في 2023؟ ماذا تريد أن تتعلم في 2023؟ قرفت من وظيفتي. تقول قرفت من وظيفتي، أوكي، شوية معلش يعني تهتمين بالمود وبالحماس اللي حنا فيه وبالشعور الاستعداد. طب جيبيها بطريقة إيجابية، أبغى أغير وظيفتي، أبغى منصب جديد، أبغى راتب أعلى، أبغى، أوكي، خلونا نتكلم بصيغة إيجابية شوية. طيب، ماذا تريد أن تتعلم في 2023؟ هنا المعرفة، ماذا تريد أن تتعلم في 2023؟ وش تبغى تتعلم؟ وش الموضوع اللي تبغى تتعلم؟ تبغى تدخل الجامعة، تبغى تاخذ دبلومة، تبغى تاخذ كورس معين، تبغى مثلا تحضر كل المواد على اليوتيوب، تبغى السنة القادمة تختمهم كلهم على اليوتيوب، والله فكرة حلوة. تبغى مثلا تحضر مثلا او تقرأ كتاب، تبغى وش المعرفة اللي تبغى تحصل عليها؟ تبغى مثلا تتعلم شيء معين، تبغى تاخذ وركشوب، تروح يعلمونك الكتابة، يعلمونك الرسم، تبغى تحضر كلاس طابخ، تبغى تروح عند جدتك تعلمك على الأعشاب، تبغى وش تبغى تتعلم في هذه السنة؟ ماذا تريد أن تتعلم؟ ماذا تريد أن تتعلم في هذه السنة؟ طيب، اكتب إيش التعليم، إيش المعرفة، إيش الأشياء اللي تبغى تعرفها وتتعلمها. عندنا المربع الثالث، مربع السفر، وين تبغى تسافر، وين تبغى تروح،
مرات بعض المربعات ترتبط بعض، أبغى أشتغل في مكان فلاني، يعني تسافر وتشتغل هناك. وين تبغى تسافر؟ وش تبغى تزور هذه السنة؟ وش الزيارات اللي تبغى تمر عليها، سواء كانت سفرات قصيرة أو سفرات بعيدة؟ ومين الأصدقاء اللي ممكن يصحبونك في السفر؟ أو مين الأصدقاء اللي تبغى تتعرف عليهم؟ أو مين الأصدقاء اللي تبغى تعزز علاقتك معاهم؟ برضو هذا نعتبره زاوية برضو للأصدقاء هنا. مين الأصدقاء اللي تبغى تعرف عليهم، تصاحبهم، تسافر معاهم، تحسن علاقتك معاهم، ضبط علاقتك معاهم؟ أوكي، بتروح لليونان، دبي، المالديف، بالي، الرياض، كوريا الجنوبية، هاواي. أنا أقول لك أيدك على الرياض 100%. الرياض نجمة من النجوم في هذه الحياة. بس طبعا يعني لا حد يشرح علي، يعني أنا يعني ولدت في الرياض، فأحس الرياض يعني أحسن مدينة في العالم، هذا شعوري. بالي، بالي، إسبانيا، بريطانيا، إيطاليا. أو واو، والله أنتم يعني من جدكم تروحون أوروبا مع الظروف الحالية؟ ما أعرف، إن شاء الله يعني تتحسن ظروفهم. أديس أبابا، أوكي، اليابان، لبنان، وفقا لطاقتي لا أعرف أين. إيه عاد، إيش طبي عليه؟ ما في بالك شيء، مو متحمسة شيء، مو مهتمة لشيء. فهذا راح يخلي الموضوع واضح عندك، إنك أنتي ما راح تحطين بجت للسفر، ما راح تركزين على هذا الموضوع، ما راح تتبعين هذا الموضوع، ما راح تتبعين حسابات المسافرين والرحالة هذا السنة. It's okay. هذا الموضوع أنتي بالعكس تاخذين طاقة المكان ثاني. خذي طاقة المعرفة وأحضر اليوتيوبات حقتي مثلا، يعني طاقة السفر أنتي الآن تنزلتي عنها، فجيد عادي، مو مهم إنه أنت تسافر، تسافر سنة ما تسافر سنة، سنة تسافر 10 مرات، سنة ما تسافر ولا مرة، it's okay. وبناء عليه لو سافرتي السنة الجاية فمعناها أنت ضمن نوايا الآخرين. يعني ممكن مثلا أمك تجي تقولك يلا تعالي معي دبي، تحجز لك التذكرة وزبطك وتمشون، فتعرفين إنها سفرة أمك مو سفرتك. عرفتي؟ سفرة أمك مو سفرة، طاقتها مو طاقتك. It's okay. It's okay. مرات يعني صديقك هو يبغى هالشيء ويبغى طاقتك، فتروح معاه يحجز لك ويضبط لك وانت تروح للسفرة هذه تنبسط. بس ما عندك هالنية أصلا، ولا راح تحط لها طاقة، فبالتالي ما فيها استنزاف أيضا، ما فيها ملف مفتوح هنا. طيب تقول ختمت اليوتيوب حقك هذه السنة حبيبتي انتي. طيب اوكي، واضحة هذه المربعات الثلاثة؟ واضحة يا جماعة وش تبغى تتعلم وش تبغى تسوي في مهنتك وماذا تريد، وين تريد تسافر؟ وبرضو على موضوع الأصدقاء، تبغى أصدقاء جدد، تبغى أصدقاء، تبغى تعزز علاقات، تبغى تقفل صداقات، يعني أي شيء مرتبط بالصداقة، مرتبط بالعمل والمهنة، مرتبط بالتعلم والمعرفة. ممتاز. طيب خلونا ناخذ أسئلة بعدين نشوف إذا 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 حسينا إنه إحنا ماشيين وكل شيء واضح ننتقل للي بعده عشان برضو نتعمق. إحنا بس الآن كتبناهم، ها إحنا الآن بس كاتبين رؤوس أقلام صح؟ يصير أحط الحج. الحج نبغى نحطه في الحج، وين نحطه؟ أبغى أحطه في السفر، أبغى أحطه في السفر. بيبين طبعا عندنا، بيبين معنى لماذا، لما تكتبين لماذا بيبين بعد وين أكثر.